نحضره. اوكي بس بدي اشبك البورد. اي اشوي اللي هو التابلت اللي بكتب عليه بدي اشبكه. هلا كلهم مش فاهمينهم هدول بلا وورد 13، يعني ابلش فيهم واحده واحده. شباب تقريبا دكتوره كلهم، يعني واحد مش فاهم الثاني واحد فاهم الاول. طيب خلينا نبدا بواحد واحد. هاي مش حد نعمل هيك مش مشكله. نشوف هذا السؤال بالأول. هلأ يا شباب، فكرة السيريز المتسلسلات بالرياضيات، المتسلسلات الحسابية دائماً هي عبارة عن إيش؟ عبارة عن جمع حدود، صح؟ مش هاد أخذته زمان بالرياضيات؟ لما يكون عندي أنا متسلسلة زي هيك، المتسلسلة عبارة عن إيش؟ عبارة عن عدد من الحدود، أوكي؟ عدد معين، يعني هنا مثلاً بهاي الحالة N من الحدود، ماشي الحال؟ هاي الحدود شو مالها؟ في بينها عملية جمع، ماشي، او ممكن ضرب، اوكي. يعني الفكره انه هي عاده المسلسلات بتكون جمع، بس انا قصدي انه بيكون عندي عمليه متراكمه قاعده بتصير بشكل مستمر، تمام، وفي كل مره قاعده بتخزن بالاوتبوت هذا. فلما اجي اقول لك انا write a program to calculate the following، معناها انه هاي المعادله بدي احسبها واطلع نتيجه y، يعني نتيجه جمع الحدود هاي كلياتها تعطيني y. هلا هذا السؤال على فكرة أسهل نسبياً من اللي حليناه بالمحاضرة. ليه؟ إذا بتلاحظوا هون، هنا قاعدة بجمع أنا واحد زائد نص زائد ثلث زائد ربع، بقعد بتفرج على الحدود اللي عندي. عادةً المتسلسلات بتكون ماشية على pattern معين، على نمط معين، تمام؟ يعني بالعادة بيكون يا إما زيادة بقيمة واحد، زيادة بقيمة اثنين، بيكون في تغيير بطريقة معينة، بس هو pattern نمط، يعني أنا بقدر أعتمد عليه في البرمجة، تمام؟ فلما أجي أشوف هون باجي بدرس أول إشي المتتالية، هي عبارة عن عملية حسابية، بدي أجمع مجموعة من الحدود. أول إشي لازم أفهمه، هل أنا بقدر أعرف عدد الحدود اللي بدي أمشي فيها أو اللي بدي أجمعها؟ هل في إشي هون بدلني على عدد المرات اللي لازم أعمل فيها عملية الجمع؟ شو رأيك؟ نعم؟ لا، لأنه N من الأرقام على حسب اليوزر شو دخل. بالضبط، ما هي هاي الفكرة، إنه اليوزر بده يحدد لي. أنا لما أجي أحكي لك إنه أنت بتعرف بشكل مسبق، مش قصدي قبل ما تكتب البرنامج، قصدي خلال تنفيذ البرنامج. يعني لو اليوزر أعطاني N، خلص البرنامج هيعرف إنه بده يمشي من 1 إلى N. يعني إذا أعطاني 10 حتكون اللوب من 1 إلى 10، إذا أعطاني 100 حتكون اللوب من 1 إلى 100. هذا المقصود، إنه أنا بعرف بشكل مسبق كم عدد المرات، يعني فعلياً اليوزر بيعرف بشكل مسبق كم عدد المرات اللي بده يمشي فيها اللوب. إمتى أنا بستخدم الـ while والـ do while؟ لما أكون أنا ما بعرف أحكي لليوزر دخل لي عدد من الأرقام، ولما تخلص حط لي قيمة سالب 99، أو لما تخلص دخل لي أي قيمة odd أو أي قيمة نيجاتيف. هاي الحالة أنا ما بعرف إمتى حيدخل لي القيمة النيجاتيف أو إمتى حيحط لي سالب 99، ما بعرف. لكن هون إذا من البداية اليوزر حكى لي أنا بدي أحسب هاي المتسلسلة لحديت لحد 100، لحديت N بتساوي 100، خلص ساعتها مبينة إنها 4، لأني أوريدي برنامجي صار عارف إنه بده يمشي من 1 إلى 100، تمام؟ فأنا حتى الـ N هاي لا تعتبر، يعني أوكي هي مجهول هلأ حالياً، لكن مجرد ما اليوزر يخزن فيها، يعني يعطي فيها قيمة معينة، بطلت مجهولة بالنسبة للبرنامج، فبيقدر يستخدم الـ 4 فيها، تمام؟ طيب، هلأ بما أنه هون عندي جمع، يبقى هذا بده يكون جمع تراكمي، لأني أنا ما بقدر أجمعهم كلهم بلفة واحدة، يعني لازم باللفة الأولى أجمع الحد الأول، باللفة الثانية الحد الثاني، الحد الثالث، فكله بده يكون عندي واي. هذه زي بكون دائما مثلا sum equals zero، شيء كنا نعملها بالاول
صح؟ لما بدي أجمع جمع تراكمي بدل سام بسميها واي. أوكي؟ ممكن الواي هاي أخليها تبدأ من زيرو. أوكي؟ وهون أعتبر هلأ بدي أشوف أفكر قبل ما أخليها تبدأ من زيرو أو كبر. بدي أفكر هلأ أنا هون أنا بدي أعمل لوب. تمام؟ فبدي أعرف اللوب هاي أوكي نهايتها N بس قديش بدايتها؟ فباجي بتفرج يا إما عندي طريقتين للحل. يا إما باجي بتفرج هون إنه هاي هون نص تل ربع معناها الواحد عندي ثابتة في البسط ودائما عندي المقام هو اللي بتغير صح ولا لا؟ مظبوط؟ التغيير قاعد بيصير عندي في المقام. تمام؟ معناها إن هنا أنا اللوب تبعتي اللي بدي أحطها بدها تأثر أو الكاونتر بده يحدد قيمة المقام. طيب هلأ عندي حل قلنا من اثنين، يا إما بعطي قيمة ابتدائية للواي إنها بقولها بتساوي واحد من البداية، بعدين بخلي اللوب تمشي من اثنين إلى N بحيث باللف الأولى حيجمع لي على واي واحد على اثنين، باللف الثانية واحد على ثلاثة، واحد على أربعة إلى آخر. أو الحل الثاني إني أخلي الواي تبدأ بزيرو، وهنا على فرض إنه هاي إيش؟ هاي واحد على واحد، صح؟ مش هاي هيك معناها؟ مش الواحد، صح؟ فهيك بهاي الحالة بقدر أخلي اللوب تمشي من واحد إلى N. فأنتوا بتشوفوه سهل، يعني بتشوفوه أسهل لكم. أنا مني وعلي بشوف إنه ليش طب أخلي اللوب تلف لفة إضافية طالما أنا بقدر أعطي قيمة ابتدائية للواي أقول لها هي واحد، بعدين ابدأ الجمع من هون من نص إلى واحد على N. تمام شباب؟ فهذا اللي بدنا نعمله إحنا حالياً. هلأ بدنا نكتب الكود مع بعض. تمام؟ بس أول إشي كم variable تتوقع يكون موجود عندي في البرنامج؟ كم variable؟ ثلاثة. إيش هم الثلاثة؟ إيش هم الثلاثة؟ Y والN. أيوة. والN والI. أيوة والفور. يس اللي هي الI أو الX الكاونتر بدي أحطه بالفور بغض النظر شو اسمه. بس الواي اللي هي بدي أعمل عليها الجمع التراكمي. الN اللي بده يدخل لي إياها اليوزر هاي الانبوت. أوكي؟ هاي الانبوت من اليوزر بده يدخل لي إياها ويحكي لي آخر حد إيش بده يكون. وبالآخر طبعاً هحتاج للفور بدها كاونتر. طبعاً ما أنسى إنه الواي هي اللي بدها تكون الأوتبوت عندي بعد ما أخلص عملية الجمع. فبدي أطبع قيمة الواي. فبهاي الحالة خلينا ننفذها. أوكي. يبقى بدي أعرف قلنا واي، بدي أعرف N، والآي قولوا بتتعرف جوا الفور. إيش تتوقع تكون ال بتسيل هذا data types للواي والN؟ الواي float. الواي float أكيد لأنه قاعد بجمع كسور، صح؟ طيب والN؟ integer. الN integer. هلأ لو حطيتها float ما حتكون منطقية. يعني كيف بدي يعني مثلا دخل اليوزر دخل لي واحد على اثنين ونص، ما مش منطقية كتير يعني كمتسلسلة زي ما مبين عندي هون. أنا قاعد بزيد بقيمة واحد واحد واحد، ما في انصاص عندي. تمام؟ فقيمة المقام يعني قصدي المقام قاعد بزيد عفوا بقيمة واحد، فمنطقيا إنه الN تكون integer. تمام؟ فهلا حنعالج شغلة يعني حنشوفها مع بعض كيف بقدر أعالجها بحيث إنه لما أقول له واحد على اثنين، واحد على ثلاثة، واحد على N إنه ما يعطيني قسمة صحيحة، إنه يعطيني كسور بحيث أقدر أجمعها وأخزنها بالواي. فإذا هون بدي أعرف الواي float، صح؟ لأنه بدي أجمع فيها مجموعة كسور، واتفقنا إنه بدي أعطيها قيمة ابتدائية واحد، مش هيك آخر شيء حكيت أنا؟ قلت ليش أنا أزيد عدد اللفات تبعون الفور؟ خليني أحطيها قيمة واحد كقيمة ابتدائية. تمام؟ بعدين بدي أقول له عرف لي الـ N اللي هي بدي أخذها هلا من اليوزر وخليها integer. تمام؟ فإذا أول خطوة بدي أعملها بعد ما عرفت هلا شو بدي أساوي؟ احكوا لي. أول خطوة. CNN. C
سي ان ان يس سي ان ان يس مضبوط بدي اعمل سي ان ل ان تمام فهنا باجي بحكي له مثلا انتر ان انتجر تمام وهون بقول له سي ان ل ان تمام هيك بدخل لي اخر حد تمام هلا بدي ابلش اعمل جمع تراكمي الواي اوريدي اعطيتها قيمه ابتدائيه خلاص هي مبينه فهلا اذا بدي اكتب او بدي اعمل اللوب اللوب حتمشي من وين لوين اجين برجع بطلع على الحدود البسط عندي ثابت حيضله دائما واحد شو اللي بتغير عندي المقام المقام بتغير من 2 الى n فاذا انا محتاج الكاونتر انه يمشي من 2 الى n علشان يحتل مكان المقام صح عشان استخدمه بحسبه المقام فبهاي الحاله باجي بقول له for integer i من 2 لانه الواحد اوريدي هي موجوده هون من 2 i اقل او يساوي n اللي دخلها اليوزر i plus plus شو بدي اعمل هلا هون شو بدي اعمل جوا الفور ايش الايش اللي بدي تكرر عندي الان الان انا دخلتها هيها خلص بدخلها مره واحده هل انا محتاجه ادخل الان اكثر من مره لا 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 الان هي النهايه انتهى الموضوع طيب ايش بدي اعمل جوا الفور ايش بدي اعمل جوا الفور ايش الايش اللي بدي تكرر الاي بيجي الاي الاي اكيد بدها تتكرر الاي قاعده بتزيد من 2 الى ان قصدي شو العمليه اللي بدي اكررها عمليه الجمع يس عمليه الجمع هلا انا الواحد اوريدي حطيتها في الواي هلا في كل لفه اوكي في كل لفه بدي اجي احكي له هيك واي ايكوالز واي يعني بدي اعمل عليها جمع تراكمي للواي صح بلس بلس ايش في كل لفه بدي اجمع لها الكسر هذا صح واحد على على كم اول مره حتكون على 2 ثاني مره على اول مره بعدين لا على ان واحد على ان على اي واحد على ان واحد زائد ان ليش واحد زائد ان لا واحد على اي واحد على اي انا ليش استخدم الان مش الان تعطيني اخر ناتج يعني لو دخل اليوزر 10 معناها بده يطبع او بده يجمع لحد الحد العاشر يعني بده يمشي من 2 الى 10 فلو انا عملت هاي 1 على n في كل لفه حيجمع لي 1 على 10 1 على 10 ما حيجمع لي هيك ما حيمشي 2 3 4 صح ولا لا شباب ديروا بالكم لو انا حطيت له 1 على n او على n زائد 1 بغض النظر المهم ما تستخدم n ان انا بستخدمها فقط هون عشان اعرف لوين بدي اوقف اوكي قديش اخر قيمه بدي اوقف عندها هي ان دخلت اليوزر 10 100 1000 انا بدي اوقف لما اوصل عند ان بس في كل مره شو اللي بدي اجمعه لاحظوا المقام قاعد بتكرر سوري قاعد بزيد قاعد بتغير تمام فانا ما بقدر احط ان لانه ان لن تتغير ان دخلتها في البدايه انا وانتهى الموضوع لكن أنا هنا في كل لفة بدي أعتمد على إشي بتغير عندي شو الإشي اللي بتغير عندي بالفور هنا؟ الآي الآي صح الآي حتتغير 2 3 4 لحد ما توصل N عشان هيك هنا أنا ما بستخدم الN أنا بستخدم بقول له 1 على I تمام؟ فباجي هون بقول له هيها Y ممكن أقول له يساوي Y أو plus equal صح بشكل برضو استخدمناها قبل هيك يعني بقدر اكتبها هيك y بتساوي y plus 1 على i او بقول له y plus equal 1 على i تزبط هاي تزبط هاي صح هاي نفسها هاي فبقول له y plus equal وبحكي له هنا 1 تقسيم i طبعا التقسيم اكيد حتصير قبل الجمع لانه التقسيم لها الاولويه وبالاخر شو اعمل شو رأيكم؟ سي واي سي بقول له هنا واي equals تمام؟ طبعا هنا حنعمل رن هلا وحنشوف انه عندي غلط عندي مشكلة
كل واحد بوينت ورا. ايش هو انتجر وفلو؟ ايوه المشكله هون عندي انه الاي انتجر والواحد انتجر، فانا في كل مره قاعده بقسم وينها. اول مره قسمت واحد على اثنين، التنتين انتجر، يطلع لي ايش؟ زيرو. واحد على ثلاثة زيرو، واحد على اربعة زيرو، صح؟ لانه ما بيعطيني كسور. فقديش حيعطيني النتيجة بالنهاية تتوقعوا؟ هلا لما اعمل رن حتى لو حطيت انت ايش حيعطيني؟ زيرو. طب وهاي؟ واحد. القيمة الابتدائية واحد كانت، صح؟ فهو هون هلا الواي حطلها واحد، بس في كل لفة حيضيف عليها زيرو، فما هتفرق، هتعطيكي بالآخر اللي هي إيش؟ الواحد. فلو هون دخلت له مثلاً عشرة هي أعطاني y equals واحد، طبعاً هذا غلط لأنه هو قاعد بيجمع كسور، مفروض يعطيني كسور. فشو بعمل هون؟ إيش الشغل السهل اللي بقدر أغيرها؟ بدي أخلي الواحد في صوت. بخلي الواحد في صوت. الآي خلوها انتجر ما هتفرق، يعني الآي هي عداد يعني يفضل ضلها انتجر. فهون عندي الواحد إذا يعني فاليو عادية مش variable، so بقدر أحولها إلى float. لو عملت له run أعطيته هنا، لحظة خليني بس ما بحبش عندي ال output أها إيش أعطاني error هنا؟ Conversion to double. طيب ماشي مش مشكلة، حاضر. ما بعرف ليش اعتبر هاي دبل. اوكي خلي هاي دبل. هي على فكرة warning هاي، يعني لو انا ما مفروض انه لو انا ما عدلت لا اعطاني ايرور، مش هون اللي end of file found before the left، مش حاطة end of file. اي شكلي شطبت ال هاي القوس بالاخر. طيب بسم الله وبعدين معك خلص انتر ان انتجر. خلينا نجربها هاي، لو حطيت له 10 هاي لاحظوا هاي اعطاني هون ايش؟ اعطاني الكسور. تمام ضلوا يجمع من 1 على 2 لحديت 1 على 10 واعطاني الجمع بهذا الشكل. تمام شباب واضحه هاي كيف انحلت؟ واضحه. هذا الغلط ما بعرف ليش طلع فكرة، بس ما مضربش معنا عادي، هو اشتغل بس ما منفذش هاي الـ end line، ما بعرف ليه. المهم انه اعطاني القيمة اللي بدي اياها. طيب هذا عنده سؤال تاني، نكمل باقي الاسئلة اللي موجودة في اللاب، نشوف السؤال اللي بعده. دكتور يا ريت. تمام خلينا نشوف هذا السؤال. اوكي هم هدول السؤالين زي بعض، بس خلينا نبدأ بهذا بعدين نشوف الثاني. ماشي فخلينا ناخد ناخد هذا السؤال أول. بدي أطلع قيمة Z. تمام يلا هلا انتوا بدكم تساعدوني. هلا انا القيمه اللي بدي اطلعها هي قيمه زد، صح؟ تمام. وبرضه زد هون بدي اعملها عمليه ايش؟ عمليه جمع تراكمي، ومتطلع هون على الحدود كم حد انا بدي ادخل، كم حد بدي اجمع؟ اربعه. هذا الفائض هذولا خمسة خمسة خمسة. لا خمسة مبينين عندك هون، هيهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بس فيهم نقاط حديت N أنا بدي أجمع. هذا حديت N يعني كثير. ال N اللي بدي أدخلها اليوزر as an input، صح؟ نفس زي ما صار قبل شوي. فأنا لما دخلت عشرة قبل شوي هو جمع لي لحديت ما وصل واحد على عشرة. لما حط لو بدي أحط مية حيجمع لحديت ما يوصل واحد على مية، صح؟ هلا هون لاحظ أنا عندي هاي N وهاي N، أوكي؟ فإذا هاي هل هدول التنتين عبارة عن two variables ولا variable واحد في النهاية؟ هاي two variables. two variables هاي n هاي n نفس ال variable نفس اللي شو بسوي في التربية واحد عادي.
بالضبط هون بس الان بدي ادخلها اليوزر. اذا دخلي 10 هيكون عندي اخر حد هو عباره عن 10 على 100 صح، هي 10 تربيع. فانا فعليا بضلني ماشيه لاوصل لحديت 10 على 100. طب في كل مره لاحظوا الحد شو بصير عندي هون، قاعد هون البسط قاعد بزيد والمقام قاعد بزيد، بس هون بصير 2 3 4 5. هون شو بصير؟ 2 للقوه 2، 3 للقوة 2، 4 للقوة 2، 5 للقوة 2. يبقى هنا للمقام اللي بيزيد هو الأساس، بس الأس شو بيصير فيه؟ هل بيزيد؟ لا. أيوة القوة ثابتة، القوة دائما عندي سكوير، دائما القوة عبارة عن تربيع، ماشي؟ فبهاي الحالة بدي أصيغ نفس ما عملنا قبل شوي، شايفين هاي كيف عملنا هنا المعادلة؟ نفس الطريقة. بس اللي بدي يصير إيش؟ إنه بدل ما يكون واحد على I شو بدها تكون المعادلة؟ تعال نصيغها مع بعض. بدي أبلش الزد قلنا بقيمة واحد، حتبدأ أول إشي الزد بواحد ماشي؟ بعدين الفور اللي بدي أكتبها بدها تمشي من وين لوين؟ من الاثنين للإن. للإن طبعاً هاي بس عشان اختصاراً يعني اعتبروها هاي تحليل يعني مش سينتاكس واضح. بدي أمشي من 2 لN تمام. طب لنفرض هنا I بلشت من 2 لN. طب إذا هنا جوا الفور شو اللي بدي يصير عندي؟ بدي أجمع على الزد. إيش بدي أجمع على الزد؟ 2 float طبعا على I. طب أنا في كل مرة بدي أجمع 2؟ لا هون 2 وفي 3 وفي 4 وفي 5. شو الاشي اللي عندي هون بالفور قاعد بتغير من 2 لتنين؟ إذا N نحط كمان N. الN تتغير؟ اليوزر دخل لي الN 10، هل الN حتتغير؟ لا. صح؟ ليش ما حتتغير؟ حدخل لي إياها مرة واحدة. الN اللي بدخل لي إياها اليوزر أنا بستخدمها عشان أقول له خلينا أكتبها بطريقة صح؟ بلاش نكتبها هيك. أنا بدي أحكي له إنه الآي عندي حتبدأ من واحد لا إن، فالإن اللي بدي أدخل إياها اليوزر حتعطيني نهاية اللوب، لكن مش هي اللي بتتغير، ثابتة. ليه؟ لأنه النهاية لازم تكون ثابتة، لازم أكون عارف في البرنامج إنه بدي أمشي من واحد إلى إن، اللي بتغير عندي هي الآي. فإذا هون في كل مرة شو بدي أجمع؟ أعطوني صمموا لي هذا، يعني أعطوني إيش أكتب هون عشان أنا أحدد كل واحد، يعني عشان أعمل تمثيل لكل واحد من هاي الحدود. شو أكتب؟ I على ضرب I تربيع، على I تربيع اللي هي I ضرب I صح؟ I على I ضرب I بهذا الشكل تمام؟ خلي واحد تمام. واضحة ولا مش واضحة؟ طبعا تقدر تكتبها هيك، تقدر تكتب بدل I ضرب I تقدر تقول له power صح؟ I فاصل 2 كثير مش أخذتوها؟ بس أنا لأنها تربيع عادي، يعني التربيع تقدر تضرب I بحالها مرتين، لكن لما تصير أكثر من هيك حصير الموضوع متعب، يعني تحط I ضرب I ضرب I أو أربع مرات أو whatever. بس بما أنه هاي بمرتين تقدر تكتبها هيك، تقدر تستخدم الباور. واضحة شباب كيف عملناها؟ واضحة أكيد؟ أم فيش تطلعوا من هاي المحاضرة أنتم مش فاهمين القصة هاي؟ هنا السيريز هاي بسموها السيريز أو المتسلسلات. بالمتسلسلات أنا كثير مهم أعرف من وين بدي أبدأ وين بدي أنتهي تمام. دائما بدي أعرف النهاية آخر حد قديش بيكون. والشغلة الثانية لازم أعرفها كيف أنا أعبر عن إيش، عن المعادلة اللي بدي أحطها تمام. كيف أعبر عن المعادلة؟ أنا أوكي قاعدة بعمل جمع تراكمي، هاي حطيت الجمع التراكمي. طب هاي المعادلة كل حد من هذا الحدود كيف بقدر أمثله؟ فبدي أشوف شو اللي قاعد بتغير عندي. هون قاعد بتغير البسط وبتغير المقام، بس برضو أنا ما بينفع يكون عندي two counters، هو counter واحد تمام. هلا يس في حالات ممكن عندي يكون two counters حناخدها ماشي، بس هلا مبدئيا أنا بدي أتعامل مع counter واحد. فبحاول أطلع النمط الباترن اللي ماشي عليه هذا السيريز، فباجي بطلع فوق بلاقي هذا ماشي 2 3 4 قاعد بزيد بقيمة 1 1 1. طب نفس الشيء المقام، المقام اوكي هو 4 9 16 لما تطلع عليهم كارقام بتحسش في بينهم نمط، لكن فعليا لو تحلل كل واحده منهم حتلاقي انه الاربعه
هي عبارة عن 2 تربيع، 9 3 تربيع، زي ما هو. وبعدين على فكرة ليش تغلب حالك؟ ما هي أنا معطياك هون المعادلة أصلاً، اللي هي N على N تربيع. فبهاي الحالة أنا بدي أصمم المعادلة، بس ما بقدر أستخدم الـ N، لأنه الـ N هي القيمة النهائية. فأنا بدي أستخدم القيمة اللي بتتغير عندي في كل لفة. إيش القيمة بتتغير عندي في كل لفة؟ هي قيمة الـ I. فبكتبها بنفس هاي المعادلة، I على I ضرب I، أو I تربيع، أو power I فاصل 2. تمام؟ واضح شباب؟ واضح. تمام. إذا هاي خلينا نعملها على السريع. نجي نقول له هون again enter n، بدل عشان يكون نفسه، بدل y خليها z، والz زي ما اتفقنا بدها تبدأ من 1 زي ما تشوفين هون. أوكي، هلا في كل لفة بدي أقول له مشي لي، بدي أبدأ برضو من 2. لاحظوا بدي أبدأ برضو من 2، لأنه هاي خلص 1 دخلت في الz، فبدي أبلش من 2 هون إلى n. فباجي بحكي له مشي لي من 2 إلى n، ما في مشكلة. هلا في كل مرة بدك تطبع I، طبعا هاي صارت Z، بدك تطبع I قيم I ضرب I. هون حندخل في نفس المشكلة اللي كانت قبل شوي، إنه عندي ال I integer وال I ضرب I integer. يعني أنا بحولها هاي، أجي هون أقول له هذا float عادي بيقبلها، أو double زي ما أخذها فوق. تمام، هيو قبلها ما في مشكلة. أوكي، بس أو أنت بضرب هاي بواحد، بواحد بوينت وان، واحد بوينت زيرو. أوكي، بس هاي حولتها لدبل، المفروض هلأ ما تكون في عندي مشكلة. فلو عملت رن أي انتر أند انتجر، أعطيته 10، أعطاني 55. طيب خلينا نعمل إشي سهل، يعني لو قلنا مثلا على سبيل المثال بدي أجمع هدول، لو قلت له من واحد، لو قلت له ثلاثة، لو دخلت له N ثلاثة بده يجمع واحد زائد، لا سوري مش هاي هون، إذا قلت له N ثلاثة بده يجمع واحد زائد نص، حيطلع واحد ونص، وثلاثة على تسعة حتطلع تقريبا ثلث، صح؟ يعني حيطلع تقريبا واحد ثمان أعشار. خلينا نشوف هل بعطيني القيمة صح ولا لا، لأني حسيت الـ 55 مش مضبوطة. قلت له ثلاثة أعطاني 6، معناها في مشكلة صح ولا لا؟ صح شباب؟ آه في مشكلة، لازم أعمل هاي هيك تهي. وحطيت هنا خليت هذا بلش تعملي هيك دبل. أنا عرفتها دبل، توقعت ياخدها عادي. لو حطيت 3 برضو 6، ليش أعطاني 6؟ إيش في؟ دكتورة ممكن بالمعادلة أول شيء بحسب القسمة بعدين الضرب؟ هلا لازم نحط الضرب بين اخوات. هو بيمشي من اليمين من الشمال لليمين، مزبوط. معقول هذا هو السبب؟ ثانية شوي. لأنهم نفس الأولوية. الله يرضى عنكم، يس مزبوط. صح، الأولوية الضرب لأنه احنا ماشيين من الشمال لليمين، يعني هم اوكي لهم نفس الأولوية، فهم ماشيين من الشمال لليمين، فاحنا اللي بيصير انه قاعد بقسم، يعني بقسم واحد مثلا على اثنين بيعطيني نص، بعدين بضربها باثنين، ف اللي بصير بضربها باثنين نص بتصير قد ايه؟ بتصير وبترجع واحد مره ثانيه، عشان هيك قاعد بجمع، يس قاعد بجمع اعداد صحيحه. هيك صارت صح، انه احنا ضبطنا الاولويه، خلينا الضرب اول، انه التطور جاي تحت في المقام، بعدين القسمه. الله يرضى عنكم، مزبوط. فهلا لو حطيت 10 هي اعطاني قيمه منطقيه، المفروض يعطيني كسور. تمام، المفروض يعطيني كسور بهذا الشكل. طيب السؤال الاخير اللي موجود عندنا هون نفسه على فكره، بس حيكون تعديل بسيط فرق بينه وبين هذا. طلع هون هي هذا السؤال، نفس السؤال اللي فوق اذا بتلاحظوا، برضه بلشت أول حد بواحد، بعدين 2 3 4 5 لحديت N على N تربيع. شو الاختلاف الوحيد بينهم؟ الإشارة. هذا دائماً جمع، دائماً جمع 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 تراكمي، عشان هيك أنا هنا شو عملت؟ رحت عملت جمع وانتهى الموضوع. بس هون بالمعادلة هاي، سوري، هاي المعادلة، لاحظ إذا حطيت واحد كقيمة ابتدائية
سوري، إذا حطيت واحد كقيمة ابتدائية تمام، هذا شو حيصير عندي هنا؟ حيصير عندي أو الحد اللي وراها على طول حيكون سالب، بعدين موجب، بعدين سالب، يعني طرح جمع، طرح جمع، طرح جمع. لاحظوا again في عندي pattern، في عندي نمط أنا ماشي عليه تمام؟ مرة بطرح مرة بجمع. طيب هلأ أنا بدي عاد أفكر إمتى بطرح وإمتى بجمع؟ لازم ألاقي لي، لازم أكتشف النمط اللي بيصير معي عشان أقدر إني أعبر عنه بالبرنامج. إمتى بطرح وإمتى بجمع شباب؟ إذا كان بطرحي وإذا كان زوجي تجمعي. يس، إذا كان إذا كان خلينا نحكي أنا إذا بدأ أمشي على الآي، لو بدأ أبلش هنا آي هتبدأ من تنين تمام؟ وما عندي بحاجة تمام؟ أنا عندي هنا أوكي بدأ أبلش من الآي، زي ما اتفقنا الواحد نحطها في الزد في البداية، الآي ده تبدأ من تنين إلى إن صح؟ فهنا خلينا أنا هلا في كل لفة الواحد أوريدي تخزنت، فأنا هلا كل عملية لها علاقة بالحد اللي وراها، كل عملية بالحد اللي وراها. فإذا هنا معناها الطرح مربوط بمين؟ بالزوجي ولا بالفردي؟ بالزوجي. الطرح جاي قبل الأرقام الزوجية، الجمع جاي قبل الأرقام الفردية، يعني أنا في أول مرة هقول له زد بتساوي واحد. هلأ جوا الفور، جوا الفور شو بدي أعمل؟ معلش أنا حط التابلت بطريقة غلط فبتطلع عندي الإشارات غلط. anyway هلأ هنا جوا الفور أنا هاي خلاص الواحد حطيتها، فأول لفة مثلاً بدي أشوف الآي، إذا الآي عدد زوجي بدي أطرحها، إذا الآي عدد فردي بدي أجمع تمام؟ يعني حتكون عندي نفس العملية هاي نفسها، لكن لازم أسأل قبل عن قيمة الآي. إذا آي مود قدي؟ مود تنين. إذا كانت زوجي شو يعني زوجي؟ إيش بتكون نتيجتها؟ صفر. إذا كانت عدد زوجي يبقى بدي إيش؟ أطرح ولا أجمع؟ عدد زوجي بدي أطرح صح؟ فإذا هاي بتصير إيش؟ بتصير طرح. طب else لاحظوا هون، يعني أنا كتبت هون بدي أكتب المعادلة مرتين. else إذا كانت الآي عدد فردي شو بدي أعمل فيها؟ بدي أعملها جمع. بس طبعا أنا هون صف عندي مشكلة. إيش المشكلة طلعت معي يا شباب؟ ايش الايرور طلع معي؟ ليش طلع معي ايرور هون؟ انه اي دبل. احنا بنقدر نعمل مود لدبل؟ ما بنقدر صح؟ لازم تكون انتجار. اوكي رجعها انتجار، الاقي طريقه ثانيه احل فيها الكسور، فبرجع هون مره ثانيه بقول له يلا اضرب لي هاي بايش؟ ب 1.0. اوكي فبتصفي هاي كلها فلوت تمام، مقسومه على انتجار، فبتعطيني الناتج فلوت. واضح كيف حليتها؟ يا شباب ليش اضطريت احول الاي او ارجع الاي الى انتجر؟ ليش اضطريت اعمل هيك؟ عرفتوا ليش؟ عشان عملية المود. الاي قبل شوي مش كنت عاملاها انا دبل؟ عشان ايش؟ عشان يعطيني كسور. بس هون بهذا السؤال، بالسؤال الثالث لما اجيت انا قلت له مود، انا مضطرة اسال عن المود، لانه انا حسب النمط اللي عندي مرة بدي أطرح مرة بدي أجمع، ولقيت أنا الطرح مربوط بالأعداد الزوجية والجمع مربوط بالأعداد الفردية، فإذا لازم أنا أسأل عن الآي إذا كانت عدد زوجي أو فردي. طب كيف بدي أسأل عنها وهي انتجر وهي سوري فلوت؟ ما بزبط، ما قبل المد لما يكون فلوت أو دبل، اضطريت أرجعها انتجر. طب صفة هون عندي انتجر على انتجر، عشان أخلص من هاي المشكلة رحت ضربت الآي الأولى تمام، ضربتها بفلوت اوكي علشان ايش؟ عشان يحول لي النتيجه كلياتها الى فلوت او لا دبل تمام. فهلا بدي اعمل ران ال10، هي برضو اعطاني كسور. هلا هاي الكسور اذا بتلاحظ الرقم شوي قل، ليه؟ لانه في طرح وجمع، طرح وجمع، فشي طبيعي انه يكون الرقم اقل من السؤال اللي قبله. واضح الإجابات يا شباب صبايا؟
واضح الأمور؟ واضح دكتور. أكيد. شو ضل عندنا كمان؟ هدول الأسئلة واضحين؟ مفهوم شو بدنا نعمل هون ولا لا؟ هذا عبارة عن سيري كمان، بس مكتوب بطريقة مختلفة. يعني لو جيت أنا بدي أخذ هذا راحت. دكتورة. نعم. أنا بس في شيء ما فهمته، الزد ليش تعرف الآي أو ليش تعرفيها باثنين مو بواحد؟ لما تكتبيها بالفور. ليش بديتها باثنين مش بواحد؟ أيوة. أوكي. نرجع هون تاني. أنا قلت لك في البداية شايفين الحد الأول هاد، قلت لكم أنا عندي طريقتين، يا إما بقول له زد تبدأ أعطيها قيمة ابتدائية واحد، أوكي، يا إما بقول له زد خليها تبدأ بزيرو وهذا الحد بعتبره واحد على واحد تربيع، مش نفس الشيء بيعطيني، مش برضو بيعطيني قيمة واحد، صح؟ أيوه صح. تمام، وهذا بده يكون اثنين على اثنين تربيع and so on. يا إما ببلش الزيرو الزد بزيرو، تمام، وأقول له الفور امشي لي إياها من واحد إلى إن، أو بريح حالي بختصر على حالي لفة بقول له لا ليش، طب هي الواحد جاهز عندي، ابدالي الزد بواحد أعطيها قيمة ابتدائية واحد، هيها هاي، تمام. بعدين شو تعمل؟ بعدين امشي من هون من تنين إلى إن، عشان هيك بلشت من تنين إلى إن. هذا السؤال في كل الأسئلة عملت بهي الطريقة، تمام؟ وضحت ليش؟ وضحت. طيب تمام. طب تعال نشوف هاي. طبعا ما ينطبق عليه، ينطبق على السؤالين اللي تحت. هلا انتوا لما تشوفوا هذا او هاي المسألة او خلينا نحكي هاي المتسلسلة بدي احولها لحدود. طبعا هنا انا برضو بدي اطلع ايش هذا الاوتبوت عندي، انا بدي احسب قيمة الـ A، تمام؟ فبدي أجي أحكي له إيه بتساوي. هلا لما تكون السيجما عندي بهذا الشكل، السيجما هاي تعني سم، تعني جمع، صح؟ السيجما هاي الإشارة معناها جمع. جمع لإيش؟ هاي عبارة عن جمع عدة حدود، أوكي؟ والحدود مين بيميزها أو مين اللي بيحدد عددها؟ اللي موجود هون. لما أجي أحكي له اجمع لي هذا الحد الذي يحتوي على قيمة X، بحيث إنه في كل مرة الإكس تتغير من واحد إلى عشرة. يعني لاحظ هذا كأنه بحكي لك هاي بشكل واضح إنه هاي فور وهي الكاونتر تبع الفور، هيبدأ من واحد ثم ينتهي إلى عشرة. مخدينه هذا الحكي في الرياضيات ولا لا؟ هذا السيمبول مخدينه بالرياضيات شباب؟ أيوة. متذكرينه؟ تمام، ممتاز. يبقى هو عملية جمع بالنهاية، أوكي؟ برضو عملية جمع تراكمي. فلو بدي أنا أفرطها هاي السيري، فبحكي باللفة الأولى الإكس بتكون واحد، صح؟ فباجي بعوض هنا الإكس بواحد، بقول له واحد تربيع، أدي واحد تربيع؟ واحد. زائد اللفة الثانية الإكس إيش بتصير؟ اثنين، صح؟ اثنين تربيع أربعة، ثلاثة تربيع تسعة، أربعة تربيع 16، لحديت وين حوصل آخر إشي؟ عشرة. للعشرة 10 تربيع 100. فلو جبت لك أنا السؤال زي هيك أو جبت لك إياه زي هيك تمتين نفس الشيء. لو قلت لك أعطيني قيمة A بدك تيجي تتفرج، طبعا هذا أصعب من هذا. ليه؟ لأنه هون أنا مش حكي لك شو الباترن، أنت بدك تقعد تحدد أنت لحالك تفهم شو الباترن اللي عندك، أوكي؟ أنت بدك تحاول تلاقي النمط، أوكي هذا واحد هذا أربعة هذا تسعة، طب شو هدول؟ هدول مربعات الأعداد، مربعات الأعداد اللي هم واحد واثنين وثلاثة وأربعة لعشرة. فهيك ليش أنا لازم أفهم هذا الحكي؟ عشان أميز الفور من وين لوين ده تمشي. فهنا أنا ببين عندي إنه الفور من واحد لعشرة، هذه أسهل لأني أنا هون معطياك إياها بالسؤال، إكس من واحد إلى عشرة بدها تمشي، وفي كل لفة بدها تحسب الإكس تربيع. فأنا هنا الفور عندي حتكون من إكس واحد إلى إكس أقل أو تساوي عشرة، وإكس طبعاً
بلس بلس. وفي كل مرة إيش هعمل في كل لفة؟ شو هعمل في كل لفة؟ بدي أجمع على الأي. طبعاً هون الأي لاحظ الحد الأول خلص ما عندي أنا زي قبل كان عندي حد ثابت بعدين بجمع عليه، فهون الأي بعطيها قيمة ابتدائية إيش؟ زيرو. وهون بقول له A plus equal اللي هو هذا الحد اللي هو X تربيع. مين هي الـ X تربيع؟ هي الـ X، يبقى X ضرب X أو power X فاصل 2. واضحة هاي؟ يعني لو بدي أجي أكتبها سريع، طبعاً هون لاحظ هون أنا قلت له من 1 لـ10. في إشي أطلبه من اليوزر هون شباب؟ في شيء لازم أطلبه من اليوزر بهذا السؤال؟ أنتوا حكولي. في input عندي؟ لا. ليه؟ لأنه الـ X محسوب. الـ X أنا مبين عندي إنه الـ X هي عبارة عن الأعداد من 1 لـ10، والـ A أنا اللي بدي أحسبها، ما في عندي مجهول. طب هاي الحالة ما في داعي أطلب شيء من اليوزر، هاي أنا هالأشياء طلبتها من اليوزر بدي أسكرها. طيب الـ A دبل ولا انتجر؟ شو أحسن؟ انتجر. انتجر، ما هي مبين عندي كله انتجر. أوكي، ما في عندي لا قسمة وما عنديش مشاكل فيها. فباجي بقول له هنا انتجر A، والA بدها تبدأ من 0 لأنه أنا بدي أبلش أجمع من 1. فهون عندي الX تبدأ من 1، والX عشان استخدمت نفس الرموز بالسؤال، الX حتخلص ب10، وهنا الX بلس بلس. طيب في كل لفة قلنا شو بدنا نعمل؟ بدنا نجمع على الـ A، A plus equal اللي هي مين؟ X ضرب X بهذا الشكل. وآخر شيء نطبع مين طبعاً؟ الـ A. تمام؟ هاي لو جربتوها انتو حتطلع بهذا الشكل. خلينا نحط حد أصغر، قلنا مثلا بدي أجمع الحديد 3، 1 + 4 = 5 + 9 مفروض بيعطيني 14. فلو حطيت هون من 1 إلى 3 حيعطاني 14، يبقى بشتغل بطريقة صحيحة. طيب هون شو بدي أعمل؟ هاي شو اختلفت عن اللي فوق؟ بدنا ندخل انه لحد انه مش محدد، بدي اليوزر هو يحدد لي النهايه صح. هون بدي اليوزر هو اللي يحدد لي النهايه، فبس هون بقول له انتجر ان، بدخل لي ان اللي هي النهايه صح. مش انا قلت له هون من 1 إلى n، هون بحكي له بس امشي لي من 1 إلى n. again قلت له هون دخل لي 3 حسب لي 14، أنا أعطيته 3 بس في هاي الحالة. تمام؟ وآخر واحدة شو فرقت عن القبل؟ ولازم نحدد لي من وين تبدأ ومن وين تنتهي. أيوة، بدي حدد، خلي يحدد لي البداية والنهاية. فهنا هلأ فكرة نفس السؤال حليناه، بس ما حليناه بهذا الشكل، حليناه بالسلايدات النظري. وقتها قلت لكم إنه اطبع الأرقام من M إلى N مش جمع. هلأ بالجمع ما بفرق، لو دخل لي الصغير قبل الكبير، الكبير قبل الصغير، أو لا بفرق بالفور. بس أنا بكل الأحوال بدي أعتبر إنه الM هي الصغيرة، تمام؟ لأنه بدي يبدأ من الM، M إلى N. فهون بدي أقول له enter two integers، integers تمام. وهنا هقول له هاي M فاصلة N، وهون بقول له دخل لي الـ M، وهون بحكي له ابدأ لي من M إلى N. فلو عملت له run بهذا الشكل قلت له اطبع لي الأرقام، هلا هون بإيش بيطبع لي من 2 مثلا إلى 4، حيطبع لي إيش؟ 2 تربيع هم 4 زائد 3 تربيع 9 حيعطيني 13 زائد 16 اللي هي 4 تربيع المفروض يعطيني قد إيه قلنا؟ 13 + 29 هيو أعطاني 29. تمام؟ واضحة شباب؟ واضحة دكتور. طيب تمام. ضل إشي تاني؟
كل شيء ثاني بدكم اياه؟ مرنا تمام؟ تفضلي. ديب لاب 6 سؤال سهل 4 ديجيت انتجر. لاب 6 دقيقة شوي. هو أنا كم ساعة هلا ضايل معنا إحنا؟ قد ضل معنا وقت؟ كم ساعتي أنا مش مبينة؟ ربع ساعة. ربع ساعة؟ لا نحن الله يسامحك. آه والله عندي أوكي تقريبا ربع ساعة سوري. أنا عندي الساعة اللي جنبي الموبايلي مقدم كتير. طيب بدي أرجع لك يا لين. أنا ليش سألت هذا السؤال؟ لأنه عندي محاضرة تانية هلا على التنتين. لاب 6 مين اللي بسأل لين ولا راما؟ أنا مش بسمح فرصتش أسماءكم صوتكم. مين لاب 6 لين. طيب لاب 6 أوكي أي سؤال؟ عاد؟ 4 أوكي. طيب هلا هذا السؤال ما حيجيب لكم زيه في الامتحان. أوكي ليه؟ لأنه يعني في فزلك شوي وهذا أسهل ينحل لما تأخذ الريز مثلاً، لكن مو غلط إنه أفهمكم إياه. يعني مو غلط إنك تعرف كيف تتعامل مع الانتجر بهاي الحالة. خلنا نشوف هذا السؤال نأخذه زي ما هو. عملي شيء يا إياه. أوكي شو فكرة هذا السؤال شباب؟ فكرته إنه أنت بدك تطلب من اليوزر إنه يدخلك انتجر، ماشي الحال؟ يدخل انتجر. هل إحنا بنعرف إنه الانتجر لو دخلت له 1 هذا انتجر، لو دخلت له 10 هذا انتجر، صح؟ لو دخلت له 200 هذا انتجر وبتخزن بفاريبل 1، مزبوط؟ لأنه الانتجر بيأخذ لحديد عدد معين من الديجيتس، لحديد عدد معين من الأرقام. فإيش طب أنا بدي، شو مطلوب مني هون بالضبط؟ مطلوب منا إنه أنا بدي أخلي البرنامج أوكي يحكي لليوزر prompt the user to input a four digit positive integer. يعني بدي أقول له دخل لي positive integer بشرط إنه هذا positive integer يحتوي على 4 أرقام، يحتوي على 4 digits. يعني أقول له مثلاً 2 زي هذه 3 2 4 5، هذا 4 digits. Okay, the program then outputs the digits of the number. بده هذا النمبر، هلا هذا حيدخل كوحدة واحدة. يعني أنا هقول له مثلا integer x tnx، وحيروح اليوزر شو يعمل؟ يخزن لي جوا ال x رقم هذا كامل 3 2 4 5، تمام؟ هذا اللي هو طالبه إنه أنت تعرفه as an integer وتخزنه كاملا جوا ال x. طب وبعدين؟ بعدين هذا الانتجر بدك تطبع لي اياه كل واحد على سطر. معناها بدي الاقي طريقه افصل كل واحد من هاي الارقام لحاله. تعال نجرب نشوف كيف ممكن افصلهم. اوكي نبدا. طبعا هو بده يبدا من الشمال لليمين، بده يبدا من 3 بعدين يطبع 2 4 5. اطلع على هذا الرقم. هذا الرقم اول شيء هو انتجر، بدي أجيب الرقم الأول. كيف في، شو العملية اللي ممكن أخضعها لهذا الانتجر بحيث يعطيني 3؟ شو تتوقعون؟ المود، لا طبعا لو أجيت قلت له X مود 1000 إيش هتعطيني هاي الحالة؟ واحد. لا اكس اللي هي هاي مود 1000. لا مش مود 1000، بلا مود 1000 تعطيني كم؟ لا مش 3، 2200. ايه هي مود 1000 بتكون هلا شو يعني مود 1000؟ يعني باقي قسمة هذا على 1000، صح؟ لو قسمت هذا العدد الصحيح على 1000 قد ايه باقي قسمته حتضل؟ اللي ما حقدر احسبها. ممتاز 245 هذا الباقي القسمة. طب هذا شوف المود اعطتني الثلاثة هدول،
إيش في عملية حترجع لي الثلاثة لحالها؟ أنا بحكي عن integers. هي قديش تعطيني؟ انتجر على انتجر قديش تعطيني؟ تعطيني صفر. ليش صفر؟ هذا الرقم لو قسمته على ألف وهذا انتجر وهذا انتجر يعني قسمة صحيحة. أنا لو قسمته على ألف من غير قسمة صحيحة هيعطيني هالقد صح؟ وهي فاصلة عشرية حتكون هيك مزبوط؟ بس أنا قسمته قسمة صحيحة. بالقسمة الصحيحة شباب شو بيصير بالكسور؟ بتطير صح؟ ليش إحنا قلنا بكل الأسئلة اللي حليتهم اليوم ليش إحنا كنا نحول الآي إلى فلوت؟ مش علشان الكسور ما تروح علي؟ أنا هلأ بهذا السؤال أنا بديش الكسور، أنا بدي باللف الأولى تمام؟ بدي أول مرة، خلينا نحكي بلاش باللف الأولى، هون مش على الفور، هون بدي أول مرة يرجع لي الثلاثة لحال، بدي يرجع لي يعني منزلة الآلاف لحال، عشان يرجع لي منزلة الآلاف لحالها من غير الكسور شو بعمل؟ بقسم X على ألف. 3245 لما أقسمها قسمة صحيحة على الألف شو هيعمل؟ هيشيل الكسر هذا كله، هيخلي لي بس الثلاثة، صح ولا لا يا شباب؟ واضح ليش هي حتعطيني ثلاثة؟ طيب يبقى هنا أنا شو بدي؟ هتكون عندي هيك، قرأت عملت انتجر X، قرأت X، أول خطوة حتكون see out تمام؟ أنا ما بدي أغير على X by the way، يعني بدي أول مرة أنا بدي أحتفظ بقيمة X. ليش؟ بدي أخذ منها الثلاثة بالأول، بعدين بدي أرجع أقول له يلا خذ الثلاث أرقام هدولة وارجع خذ من هاي التنين، بعدين خذ هدول اثنين خذ أربعة، يعني بدي أقسمهم واحد واحد. فأول مرة رحت قلت له see out X تقسيم ألف، طبعا هنا ما أنسى أنه في end line. هلأ هاي المفروض، هاي إذا بدي أعتمد على هذا الرقم هاي المفروض تطبع لي قيمة ثلاثة صح؟ هاي اتفقنا عليها مظبوط. طيب هلأ باللفة اللي وراها، أو مش باللفة again بالأمر اللي وراه، هلأ أنا بدي هاي ثلاثة طبعتها يبقى بدي أشيلها من الإكس تماما خلص. فشو بعمل عشان أشيل الثلاثة من الإكس؟ المود. إذا بتلاحظ المود والقسم الصحيحة عكس بعض، هاي مود الألف أعطتني المنزلة منزلة الآلاف لما عملتها قسمة صحيحة، لكن لما عملتها مود للألف أعطتني الثلاث إيش اللي هم الديجيتس اللي كان مفروض يكونوا بالكسور اللي هي باقي القسمة. فبرجع هون بقول له خلي X تساوي X نفسها مود الألف. هلأ هاي الإكس هاي 3245 لما أطلع باقي قسمتها على الألف هيشيل لي هذا من إكس ويخزن لي 245. يلا باللف الثاني بدي أطبع الاثنين سي أوت إيش؟ إكس تقسيم 100% تمام إند لاين أوكي. طب بعدين هلأ الاثنين أخذتها بدي أخلي بس ال 45 شو أساوي؟ هاي رجعت مود X إيش؟ مود مية. بعدين see out إيش هلا؟ أنا خلص مود مية راحت هاي صارت 45 بدي أرجع الأربعة يبقى X تقسيم 10 end line هاي بدها ترجع لي اللي هي 4 أوكي؟ بعدين بدي أشيل الأربعة X بتساوي كم؟ مد العشرة X مد العشرة وآخر شيء طبعاً مد العشرة أتعطيني الخمسة فآخر شيء شو بدي أطبع؟ X لحال بالضبط. جربوها أنتو هتشوفوها أنه هتطبع لكم أي رقم، شرط هذا الرقم طبعاً أي رقم أنت بتدخله، بس طبعاً إيش شرطه؟ إنه يكون 4 digits. هذا السؤال أخذته قبل الفور قبل اللوبس تمام؟ فعشان هيك طبعنا بإيش؟ ب
بجمل منفردة. فلما يكون أكثر من 4 ديجيتس ما حتزبط، يعني آخر X حتنطبع حيكونوا آخر رقمين. فهذا شرط السؤال إنك تدخل 4 ديجيتس، فأي 4 ديجيتس بتدخلهم حيطبع لك إياهم ورا بعض. تمام؟ واضح؟ تمام دكتور. تمام. ضل في أسئلة تانية مش واضحة بالنسبة لكم؟ شباب صبايا في إشي مش واضح مر عليكم قبل؟ طيب تمام. يعني أنهي المحاضرة ضل دقيقتين لأنه بدي أبلش في شعبة تانية برضو بدهم محتاجين كم شغلة. أنهي المحاضرة خلاص أكيد ما عندكم أسئلة؟ تمام؟ طيب تمام إن شاء الله خير. على أي حال ارجعوا شوفوا أسئلة اللاب، وإذا احتجتوا يعني سواء السابقة أو اللي حتيجي هاليوم الكم أسبوع اللي ضايلين، هم ضايب أسبوعين بس اللابات، فإذا احتجتوا أي إشي قولوا لي وعادي بنعمل برضو محاضرة إضافية وبشرح لكم اللي بدكم إياه. ماشي الحال؟ تمام؟ يعطيك العافية. تمام دكتورة. تمام. الله يعافيك. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك.